ده مؤتمر في غايه الاهميه لانه فرصه لتجمع دول كثيره من خلال شركاتها. شركات البترول ده على فكره ما هيش شركات، دول لما تيجي تقول ايني يبقى ايطاليا وراها، لما تيجي تقول بريتش جاز يبقى انجلترا، تبقى امريكا، تبقى روسيا. اذا في مجموعه من الرسائل يحملها هذا المؤتمر طبعا، يعني سواء ليعبر عن الاستثمار في مصر او عن اول كل... حاجه الرساله الامنيه، نقول افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر بحضور 50 سفير دوله وحضور 200 رئيس شركه اجنبيه، وده بيعني ايه؟ ده بيعني ضحض الكثير مما تثيره بعض الصحف العالمية ووكالات الأنباء، إن الحقوا جماعة الحالة الأمنية في مصر مش كويسة. ده يا عم ده أنت عندك في حدث أهو، في 200 رؤساء، 200 من أكبر رؤساء شركات في العالم، وفي 50 سفير دولة موجودين، وفي 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 وفي. ها؟ ده بيعني إيه؟ يعني إن الناس دي كلها لما بتتقابل تبحث فرص استثمار وتتبادل وجهات نظر. ده بيعني إيه؟ يعني إن الشركات المصرية بتبتدي تشوف مين شركائها وبيتعاملوا معاها فين؟ فكلها بتبقى مزايا كبيرة.